سياده اللواء محمود اتفضل حضرتك. دلوقتي عند الشرطه انا بتكلم عن الدوله المصريه. امال الشرطه ضدها ليه؟ الدوله المصريه احنا بنتكلم عن الدوله المصريه في شان الدوله المصريه مش العزبه المصريه ولا الاماره المصريه. لا ده احنا عن دوله اسمها مصر فيها 90 مليون عايزين يفطروا الصبح وعايزين يتغدوا وعايزين يتعشوا عايزين يلاقوا شغل عايزين يلاقوا دخل عشان يجيبوا هدوم. في دولة عايزة تشتغل تتعامل مع العالم تمام وجاي نتكلم عن مظاهرات. احنا مش مكسوفين بالفلوس اللي خدناها مساعدات من الدول العربية؟ مش مكسوفين. لا انت حضرتك الكسف. مش مكسوفين حضرتك الكسف. من الفوضى اللي احنا عشناها 5 سنين ولا 4 سنين ولا 3 سنين؟ مش مكسوفين ان وصل بعصابة الاخوان الارهابية انها حكمتنا. احنا مش مكسوفين ان احنا نفوق ونلم نفسنا ونبقى دولة محترمة. مظاهرات ايه اللي بنتكلم عنها؟ وافراج عن متهمين ايه؟ لما نجيب حق الشهداء اللي ماتوا من الداخلية ومن الجيش. الواد بشرة ابن خالتي عزيزة والواد محمد ابن ام ابراهيم فين حقهم اللي استشهدوا؟ 22 سنة و21 سنة عايز حقهم من المتظاهرين بتوع سيادتك. النهارده مصر غصب عن بوز العالم مش غصب عن بوز اي مواطن. مصر غصب عن بوز العالم لازم ترجع دولة محترمة. انت بزعق انا مش بزعق انا بقول لسيادتك لازم اكمل جملتي. انا لازم اكمل جملتي اصل انا شايف احنا قاعدين بنتكلم احنا كاننا قاعدين على ليك عام وقاعدين في امريكا وبنتكلم عن الحرية في حاجة اسمها دستور يا فندم. الدستور وافق عليه 97% لما دولتك تبطل تاخد مساعدات يبقى عندك دستور. لما دولتك تقدر تشغل مصالحها تتكلمنا عن دستور. ده الفكر العقيم اللي حضرتك بتقوله. يا فندم انا فكري مش عقيم. ده فكر سيادتك المخرب. انتوا عايزين تخربوا مصر. انا فكري مش عقيم. لا سمحت مش هنقدر نستمر كده. مش هنقدر نستمر كده. لا 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 اتهامات حضرتك لو سمحت كلمه عقيم اللي قالها معلش بس التخريب التخريب ده تهمه يلم نفسه. طيب يعني ممكن اتكلم حضرتك ما ارد عليه بنفس المستوى. ممكن اتكلم حضرتك عشان اهدى كده شويه وابتدي اكمل الفكره. احنا النهارده طب حضرتك اهدى بس شويه عشان مشكلتك وحضرتك اهدى. في مواجهه ظروف صعبه جدا بنحاول ننهض منها. نجحنا كتير جدا. الرئيس الصيني جاي لنا بعد كام ساعه. رئيس روسيا جالنا. رؤساء العالم كلهم بيقولنا بنعمل علاقات. رايحين اديس ابابا بعد كام يوم في اخر الشهر عشان مؤتمر القمه الافريقي. احنا بنتحرك. مصر بتصنع نفسها. الشعب بقى يشوف شغله. الشعب تظاهر كتير. جرينا في الشوارع كتير. شفنا فوضى كتير. عايزين اتوبيسات تبقى حلوه. عايزين قطارات تبقى حلوه. عايزين نبني. عايزين ارض زراعيه نزرعها. عايزين نبني. كفايه كلام. كفايه مجالس كلام. الطالب اللي عايز يعمل مظاهره بدل ما يعمل مظاهره يروح يذاكر يروح يشتغل يروح يذاكر. سادات كان بيقول كده على سلام. ما هو سادات ما كانش بيهرج. سادات كان حاسس بمسؤوليته كرئيس دوله. وانا دلوقتي حاسس ان احنا عندنا 90 مليون بق و90 مليون احتياج في كل دقيقه. الشرطه لما بتقف في الشارع عشان تمنع مظاهره او تتصدى لمظاهرات بعد 5 دقائق بتتحول لفوضى. الشرطة دي مش واقفة عشان تلم مصالح لنفسها. الشرطة دي الدولة مكلفاها بانها تصنع الامن زي ما بيتصنع الامن في كل دول العالم بدءا بالولايات المتحدة الامريكية بتاعت حقوق الانسان عدا الانسان الاسود او الزنجي. ها مش هي دي امريكا بتاعت حقوق الانسان اللي بتبعت فلوس ومساعدات لجمعيات حقوق الانسان هنا في مصر بالدولارات اللي بتشغل عملائها بتوع 6 ابريل زعماء 6 ابريل مش كل 6 ابريل اللي بتشغل زعماء 6 ابريل اللي ضربتهم في صربيا وفي غيرها بتشغلهم هنا عشان ياخدوا مرتبهم بالدولار في المدرسه الفلانيه اللي في الدقي وفي الجامعه الفلانيه اللي في التحرير وفي غيره. لا احنا لازم نكون فاهمين وواعيين لحجم المؤامره الكبيره اللي علينا. ولما نقول افراج لا نقول افراج وعفو من مجلس النواب مش من رئيس الجمهوريه لان مجلس النواب هو المسؤول عن التشريع والقوانين واداره هذه الأشياء. الرئيس يقترح إنما مجلس النواب هو اللي يصدر القرار طالما هو قانون وطالما هو تشريع. إنما ما نتحملش على النظام. مصر محتاجة نظام كتير قوي لسه لازم يحصل. لازم يستقر في المرور وفي غيره وفي الحكم المحلي وفي وزارة الصحة. إيه ده
احنا جايين مظاهرات ايه اللي بنتكلم عنها؟ طيب. رفاهيه مطلقه. طيب. ما احناش محتاجينها كمصريين. وصلت فكره حضرتك يا سياده. ستات مصر ورجاله مصر. طيب. والشعب اللي عايز ينتج.